منذ فترة وكأن كل اليوتيوبرز العرب يهتمون بموضوع واحد فقط، البقرة الحمراء اللي موجودة بإسرائيل. ظهور بقرة حمراء اللي. بقرة حمراء خالصة، بقرتهم الحمراء المزعومة، بقر جيبون من تكساس حطوهم بإسرائيل. الريد هيفر. شو خرافية البقرات الحمر؟ إنه هذه البقرة الحمراء راح تزيل كل اللي على غير دينهم من وجه الأرض. صراحة أنا ما كنت ناوي أعمل فيديو عن هذا الموضوع الهامشي، ولكن بعد ما شفت إنه تم استخدامه لتحريض ملايين الشباب العرب ضد اليهود عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل تطرق له المتحدث باسم حماس أبو عبيدة لتبرير مجزرة 7 أكتوبر، قررت إنه مش ممكن أصمت. وأحضرت البقرات الحمر تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. كان ممكن إني أخوض الآن في تفاصيل التطهير من نجاسة الموت المكتوبة في التوراة وفي الشريعة اليهودية، وهي لم تنفذ منذ 2000 عام، ولكن ممكن تقرؤوها لحالكم في سفر العدد الإصحاح 19. ولكن ما أجده أكثر من غريب هو أن كل هؤلاء اليوتيوبرز العرب الذين تكلموا عن البقرة في اليهودية، لا أحد منهم تطرق إلى البقرة في القرآن، وكأن سورة البقرة أطول سورة في القرآن حذفت منه تماما. أنا مسامحكم عدم اهتمامكم باليهودية، ولكن ما عندكم فضول عن دينكم؟ ما أحد بده يتعمق في فهم آيات القرآن؟ في سورة البقرة الآية 67 سيدنا موسى يأمر قومه بذبح بقرة. حسب الوصف القرآني الشعب يشك في الأمر، فالله عز وجل يبين لهم كل مواصفات هذه البقرة المميزة، عمرها، لونها، وضرورة كونها بلا عيب، أو في لغة القرآن مسلمة لا شية فيها، تماما مثل وصفها في سفر العدد مع اختلاف التفاصيل. مش مصدقيني إنه بقرة سورة البقرة هي نفس البقرة الحمراء المذكورة في التوراة؟ هناك تفاصيل شرعية دخلت من اليهودية إلى تفسير القرآن. لو كان فيها شعرتان أسودتان أو أبيضتان في مكان واحد فهي غير صالحة، لا يشوبها أي لون آخر ولو بمقدار شعرة. طبعا يشترط عليهم التلمود هنا ويشترط على هذه البقرة المنتظرة كذا شرط. أول شرط إنها تكون أنثى وحمرة بالكامل، وما يكون فيها زي ما قلت لكم حتى لو شعرة واحدة بلون مختلف. كلهم حمر، مفهومش ولا شعرة سودة ولا شعرة بيضة، تماما كما يقول ابن كثير في تفسيره للآية، ليس فيها لون غير لونها، أو نقلا عن المجاهد، لا بياض فيها ولا سواد. المفارقة لو لاحظتم هو أن القرآن ينتقد قوم موسى لعدم قبولهم هذا الأمر، لعدم طاعتهم وقبولهم هذه المواصفات، بينما اليوتيوبرز العرب اليوم ينتقدون اليهود لسعهم لتطبيق هذه الشرائع. أمر عجيب، ولكن الأمر أعمق من ذلك. أعتقد الفرق بين علماء المسلمين في القرون الوسطى في العصر الذهبي هو أن هؤلاء كانوا يتحدثون مع جيرانهم اليهود، كانوا يحتكون فيهم، كانوا يهتمون فعلا بديانتهم وبمقارنة الأديان ليفهموا الإسلام بصورة أعمق. واليوم الحديث المباشر مع يهودي، مع حاخام يهودي أو مع أي شخص يهودي صار محظور. هناك مقاطعة، هناك ثقافة جهل والتجهيل لديانة الغير، وكأن الإسلام في فقعة في عالم مختلف عن اليهودية. هذا غلط، لا يمكن فهم الإسلام دون فهم جذوره اليهودية والمسيحية. فلذلك الحديث المباشر هو الحل الوحيد، وفهم لغة وثقافة وديانة غيرك. هنا فكرة كويسة، تصوروا لو عزم أحد اليوتيوبرز العرب محاور يهودي، حخام يهودي، شخص يهودي ليسألونه عن عقيدته، عن إيمانه، هل هو فعلا مقتنع بالبقرة الحمراء؟ شو تعني هالبقرة الحمراء؟ بدل ما يعملوا هيك أو يتعلموا اللغة العبرية أو يتعمقوا في النصوص الدين اليهودي أو الإسلامي، صاروا يقتبسوا من بعضهم البعض الخزعبلات وأنصاف الحقائق، وكل هذا نتيجته التجهيل وتخويف الناس بدون سبب. هنا بيت القصيد، معظم اليهود مش متدينين، والجزء المتدين يكتفي بالعبادة في الكنيس،
واللي مش مكتفي في العبادة في الكنيسة وبده يتعبد في جبل الهيكل أو في الحرم الشريف اللي هو على فكرة أقدس مكان في الديانة اليهودية، ممكن يصلي جنبا إلى جنب إلى مسجد الأقصى أو قبة الصخرة، مش لازم يهدمها. والجزء الضئيل الصغير جدا اللي بده يعتدي على المقدسات الإسلامية، يعني هذا مجال الشرطة يعني. على فكرة يبدو أنه إحنا اليهود تأخرنا شوي في تنفيذ المؤامرة. هم دلوقتي عمره هم حيتموا 30 في 10 أبريل في عيد الفطر اللي جاي كل سنة وانتم طيبين. حلو كتير. فالمهم إيه؟ هل حقا نهاية الكون في الثامن من نيسان وعيد الفطر القادم هو الأخير؟ إسرائيل على ما يبدو لي أنها إذا لم تحدث معجزة ستحرق البقرة، ولا قدر الله ستبدأ في هدم المسجد الأقصى وإن حضر. طب عيد الفطر مضى من زمان، والأقصى بخير، وجبل الزيتون بخير، والبقرات الحمر في المزرعة بألف خير، ولكن هل يتراجعون أو يعتذرون عن كلامهم؟ لا أعتقد. معليش، دايما ممكن ينشروا فيديو تاني عن البقرات الحمر قبل عيد الأضحى، لكن المأساة الحقيقية هي أن اللي على المحك ليس ذبح البقر وإنما ذبح البشر.